معكم في الأسبوع الرابع من رمضان من كل مكان، لنقضي معا يوما كاملا في بلد عربي. فابدأ رحلتك بحلوى الشيخ داود التونسية وتعرف على حكاية هذا الطبق. ولنقطع المسافات في رحلة تغني العقل بالأسئلة، ونحن نكتشف معالم الصحراء الغربية في مصر. ولا تنسى أن تجعل من الجزائر مكانا في رحلتك، فلكل مدينة خصوصيتها وعاداتها وتقاليدها الرمضانية. وعلى أنغام رحلة مليئة بالإيقاعات، زر معنا السودان واستمتع بموسيقاها السودانية. ومن إحدى بوابات سوق مطرح في عمان، ابدأ جولة داخل السوق وتذوق الحلوى العمانية المميزة. ولا بد أن نمر بدمشق لنسمع حكاياتها ونعيد ذكريات من عاشوا فيها. واجعل نهاية رحلتك في تونس، واكتشف روح وسحر مدينة تونس، واطلع على كنوزها الثمينة. كل هذا وأكثر فقط على الجزيرة الوثائقية، معكم في رمضان من كل مكان.